بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة: الأول الشرك في عبادة الله، والدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. نعم، ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى نواقض الإسلام وذكر أنها عشرة، وطبعا هذه كما نقول اختيار، هذا اختياره رحمه الله تبارك وتعالى، وإن شئت أن تفصل فتزيد على العشرة أشياء كثيرة. ولذا اختار بعض أهل العلم أن يكون التعبير بغير ذلك، لا تعد كأن على أنها عشرة، ولكن تعد على أنها أنواع، على أنها أنواع أربعة، على أنها أنواع أربعة: كفر قولي، كفر عملي، كفر شكي، كفر اعتقادي. ثم أدخل تحت كل قسم من هذه الأقسام أنواعا كثيرة، فلا تتوقف على هذه العشرة، وإنما لو قسمناها تقسيما آخر وقلنا إن الشرك أربعة أنواع: إما أن يكون بالقول، وإما أن يكون بالفعل، وإما أن يكون بالاعتقاد، وإما أن يكون بالشك، وبعض أهل العلم يجعل الشك والاعتقاد شيئا واحدا، لكان أوضح في هذا. لكن على كل حال نحن الآن مع كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، ونقرأ ما فيه. قال: أول هذه النواقض قال: الشرك في عبادة الله، لقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال: ومنه الذبح، ومنه الذبح، ومنه الاستعانة بغير الله، ومنه النذر لغير الله، كما مر بنا من الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى من أنواع الشرك. نعم.